بالإضافة إلى البرنامج السالف الذكر، فقد قرر السيد رئيس الجمهورية برنامج إضافي خلال اجتماع مجلس الوزراء المخصص لمناقشة قانون المالية قوامه 140 ألف إعانة مالية، منها 100 ألف سكن ريفي و40 ألف للتجزئة الاجتماعية، وهذا حرصا منه على التكفل ومواصلة سياسة الدعم الاجتماعي لسكان الجنوب الكبير والهضاب العليا وكذا الأرياف عبر كافة مناطق الوطن. مما سبق ذكره، فإن الدولة وبرسم قانون المالية قامت بتخصيص وتوفير الموارد المائية الضرورية، بما سمح للقطاع عبر مختلف البرامج من تحقيق ما يلي: العمل على تحسين مستوى المعيشي للمواطنين، العمل المتواصل على القضاء على ظاهرة البيوض القصديرية وكذا السكن الهش، تلبية الطلب الاجتماعي والتكفل بطلبات السكنات الجديدة بمختلف الصيغ.